بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى غاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. وأما النسخ، أما حرف يأتي للتفصيل ومقابله محذوف. أما النسخ فكذا، وأما الأفعال فكذا وكذا، وأما النسخ فكذا وكذا، فهو حرف من أجل التفصيل. أما الأفعال فكذا وكذا، وأما النسخ فكذا وكذا. فمعناه لغة الإزالة، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط. فأما النسخ فمعناه لغة، يقدم أولا ودائما الكلام على المعنى اللغوي على الكلام على المعنى الاصطلاحي، من أجل أن الوضع سابق، الوضع اللغوي سابق على الوضع الشرعي. الإزالة، الإزالة هو المعنى الأول من معاني النسخ. الإزالة معناها إعدام شيء وإيجاد شيء مكانه. أزلته أي أعدمته. فالإزالة مصدر، زال يزيل. الإزالة تقول: نسخت الشمس الظل. نسخت الشمس، يعني إيه نسخت؟ نسخت يعني أزالت، يعني أعدمت الظل وأوجدت ضوءها مكان الظل. فهذا هو معنى النسخ، الإعدام ثم إيجاد شيء مكان المعدم. نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وهذا عبارة عن استشهاد من الاستعمال اللغوي على ذلك المعنى الذي ذهب إليه. أراد أن يقول، والشاهد من اللغة على هذا الاستعمال، أنك تقول نسخت الشمس الظل، ويكون هذا استعمال لا بأس به، والمعنى معنى مقبول. إذا أزالته، زال يزيل إزالة، أزلت النجاسة يعني أعدمتها، بمعنى أنني لم أجعل لها أثرا. ورفعته، أزالته ورفعته، عطف الرفع على الإزالة من قبيل عطف التفسير. أزالته ورفعته بانبساطها. الباء هنا سببية، يعني أن الباء أتت للتعليل، لماذا رفعته وأزالته؟ أي بسبب انبساطها. فكأن انبساط ضوء الشمس رفع الظل الذي كان موجودا قبل وجود الضوء. ورفعته بانبساطها، أي بسبب ذلك، أي بسبب انبساط شعاع الشمس رفع الظل. وقيل هذا هو المعنى الأول، ننتبه معا. المعنى الأول هو الإزالة، أزالته يعني رفعته. بص بص بص، رفعت الكوب من المكان، يعني إيه؟ يعني ها أزلته، يعني أعدمت وجوده في هذا المكان. وقيل معناه، هذا غوص في دلالات اللغة، وهذا شأن
الأصول أنهم يدققون في المعاني اللغوية، ثم بعد ذلك يتكلمون على مجازاتها وحقائقها، ثم بعد ذلك ينقلوننا إلى المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. ذلك هو ديدنهم ومنهجهم. وقيل معناه النقل. النقل يعني نقلت شيء إلى مكان آخر، نقلت الكوبة من هذا المكان إلى هذا المكان، أي أنني أعدمت وجوده هنا وجعلت وجوده وحيزه هنا. وقيل معناه النقل. أئمة، شو بقى، انتبه، النقل قد يكون مع بقاء الصورة الأولى وقد يكون مع إعدامها. فلو قلت نقلت الكوب من هنا إلى هنا يبقى ده مع الإعدام. نقلت الكتاب يبقى أنا ما أعدمتش وجود نفس الكوب، ده أنا أعدمت صفة وجوده في هذا المكان إلى هذا المكان. إما مع عدم بقاء الأول، إما أن يكون النقل مع عدم بقاء الأول، وإما أن يكون مع بقائه. ومثال النقل مع عدم بقاء الأول المناسخات في المواريث. المواريث جمع إيه؟ جمع ميراث. يعني إيه مناسخات في المواريث؟ معنى المناسخات في المواريث انتقال المواريث من ورثة إلى ورثة آخرين. يعني إيه؟ احنا في عملنا الافتائي هذه المسائل صارت بالنسبة لنا صنعة مترددة كثيرا. يجي يقول لك والله متى ترك زوجة وبنتين وأخت. أخت لمين؟ للميت. متى ترك زوجة بنتين وأخت وابن عم؟ تعرفوا تحلوها؟ لا، ده انتوا تلمزتي، ده انا الليل نهار بشتغل في الكلام ده وانا نايم كده بحلها. والله انا حليت في اوائل التسعينات، حليت مواريث من سنة 1920 كان فيها فوق القرابة 100 وريث، وكان فيها مناسخات 3 أجيال ورا بعض. زوجة زوجة هتاخد التمن وجود الفرع الوارث، بنتين هياخدوا التلتين، الأخت هتاخد الباقي تعصيبا. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ابن العم لا شيء له. طب ماتت الزوجة ولم نقسم الميراث الأول، تركت مين؟ تركت بنتين وابن أخ ليها، البنتين التلتين وابن الأخ الباقي. اللي حصل بقى، انتقل الميراث من الطبقة إلى طبقة، وبيجي مناسخات كتير. متى ترك زوجة ذكور وإناث، ثم ماتت الزوجة، هذه مناسخات اهي. خلاص شيل الزوجة كأنها مش موجودة وقسم الميراث من الأول على الذكر مستحظ الأنثيين لأنه ليس هناك غيره. يبقى المناسخات معناها انتقال الأنصبة من فريق إلى فريق. ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح،
تناسخ الأرواح معناها الانتقال، كما أن تناسخ المواريث معناها انتقال الميراث من طبقة إلى طبقة، انتقال المال من طبقة إلى طبقة، بمعنى أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. هيكل يعني إيه؟ يعني من جسد إلى جسد، من بدن إلى بدن. بيقولوا يعني حضرتك لو مت الروح بتاعتك دي بتخش في جسم واحد تاني. يا هبل، إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ طبعا يعني هذا بطلانه معلوم في علم الكلام. يبقى ده مع إعدام الأول، لأن الميراث انتقل من الطبقة الأولى، المال انتقل من الطبقة الأولى ونزل إلى الطبقة الثانية مع عدم وجوده في المكان الأول، مع عدم وجوده في الطبقة الأولى. كبه نقلنا من هنا إلى هنا، يبقى ده مع إعدام وجوده في الأول، لكن ممكن أنقل مع وجوده في الأول. نقول كده ليه؟ سيبك من تناسخ المواريث وتناسخ الأرواح. الكوبة هو نقل، نسخت الكوبة، يعني نقلت الكوب من هذا المكان إلى هذا المكان، أعدمت وجوده في ذلك الحيز وأوجدته في ذلك الحيز. يبقى ده مع بقاء الأول، مع عدم بقاء الأول في مكانه. وإما أن يكون مع بقاء الأول، يعني أنا نسخته لكن المكان الأولاني كما هو، والثاني أحدثت شيئا يشابه فيه الثاني الأول، زي نسخت الكتاب. طب أقول لكم طريقة ظريفة، انتوا عندكم على الكمبيوتر، مش عندنا في حاجة اسمها كوبي بيست؟ هي دي. في فرق لما اعمل لملف قط، قط هو ده مع عدم بقاء الأول، بشيله من الدي بحطه في الاي، صح؟ هذا أستاذ كبير وأستاذ يحتاج ان انتوا تنزلي له فيديوهات على الموقع، مش تسينه. فاسمه ايه؟ كات. طب التاني اسمه ايه؟ كوبي بيست. بدوس على الملف، ملف الوورد، وبعمل عليه كوبي بيست، واروح لي يعني بارتيشن تاني، بيسموه بارتيشن ولا اسمه ايه، باخده من الدي احطه على السي، بس السي ما بيتحطش عليها الكلام ده، سي للبرامج، بحطه على الاي. طب خلاص وجد الاول مع الثاني، بس كده. يبقى الثاني ماثل وشابه الاول، لكن ده بيسموه حتى لما جه المترجم المعرب للورد، المعرب مش للورد، للورد ايضا، سماه ايه؟ سماه نسخ. خلي بالك ده سمى النقل نسخ، لان انا بجعل هنا ملف ونفس هذا الملف، لا مش نفسه، ما يماثله، اجعله في مكان اخر. يبقى ده اسمه ايه؟ المعرب سماه نسخ. طب القط انا عندي في اللغه هو نسخ، لكن هو سماه ايه؟ سماه نقل، صح كده؟ هو لما جه عربه، عربه بالطريقه دي، فبسيط. واما مع ايه؟ مع بقائه. فيكون المراد، اي فيكون المراد مع بقائه ان الثاني قد ماثل الاول، بس ماثله يعني ايه؟ يعني شابهه ومشابهه تامه. ده انا بعمل ملف واعمل له كوبي بيست في مكان اخر، يعني يطلع مطابق للاول، ومطابقة غريبة عجيبة. طيب فيكون المراد مماثلته، يبقى النسخ حينئذ يبقى المراد منه ايه؟ مش المراد منه الاعدام، ده المراد المماثلة. يبقى معنى نسخ يعني انه اوجد صورة اخرى تماثل الصورة الاولى. يبقى مع البقاء معناه ايه؟ معناه انه قد اوجد صورة اخرى تماثل الصورة الاولى، كما ذكرنا لكم في شرح كوبي بيست. كوبي بيست يعني ايه؟ يعني نسخ، اوجدت صورة اخرى تماثل الصورة الاولى.
مأخوذ من قولهم نسخت ما في الكتاب. ولذلك عندنا احنا مصريون، نحن المصريين عندنا لما تروح تكتب حاجة تقول له خد انسخ لي ده. انسخوا لي يعني ايه؟ يعني انقل مثل ما في الكتاب في هذا الموضع. اقول لك انسخ لي الملف ده. انسخه يعني ايه؟ يعني اوجد ما يشابهه ويوازيه ويماثله في مكان اخر. وضحت يا مشايخ؟ وضحت. قال من قولهم نسخت ما في الكتاب، يعني نسخت ما في الكتاب يعني الذي في الكتاب اذا نقلته باشكال كتابته. ولذلك حضرتك لما تعمل كوبي بيست من ملف وورد انت كاتبه ومشكله، بيعمل لك الملف الثاني كما في الملف الاول بالمثل، لا يزيد احدهما على الاخر ولا ينقص. بس بيفرق معاك في التسميه، لان ده بيقول لك كوبي. طيب طلبه بيحبوا قوي الكمبيوتر. انتهينا. البحث الثاني بعد ان تكلمنا على ان، طب هو ايه العلاقه ما بين الاول والثاني؟ الاول بيقول الازاله والثاني بيقول ايه؟ بيقول لا، ممكن يكون في ازاله وممكن ما يكونش في ازاله. يبقى المعنى الثاني يا مشايخ، عشان بس لان المساله التي تاتي بعد اعتقد انها مترتبه على هذه النكته. ايه الفرق ما بين المعنيين يا مشايخ؟ الفرق ان المعنى الاول فيه ازاله، المعنى الثاني قد تكون فيه ازاله وقد لا يكون فيه ازاله. المعنى الاول نسخت يعني ازلت، رفعته من المحل ده وحطيته في المحل ده، ده نسخ. المعنى الثاني اللي هو النقل، ان انا ممكن اكون اتيت بكوب يمثل هذا الكوب بهذه الطريقة، يبقى نسخته من هذا الكوب. ومنه يقول لك ايه؟ بيقول لك تناسخ. يبقى عندنا نسخ المعنى الاول بمعنى الازالة في اعدام، اعدمته. جميل. والمعنى الثاني يعني اما ان يكون مع الاعدام واما ان يكون مع البقاء، فاصبح المعنى الاول اخص والمعنى الثاني اعم. لان النسخ نسخت الشمس الظل، اعدمته ورفعته ولم تبق له اثر. يبقى في اعدام ولا فيش اعدام؟ في اعدام. طيب المعنى الثاني نقلا بمعنى النقل، النقل اما ان يكون مع بقاء الاول واما ان يكون مع عدم بقاء الاول. فان كان مع بقاء الاول يبقى اللي حاصل انني جعلت هناك نسخه ثانيه من الاولى، لذلك بيسموها نسخه يعني مماثله له. ولو كان مع اعدامه يعني ازلت وجوده من هنا وجعلته هنا. طيب يبقى المعنى الاول ماله؟ المعنى الاول اضيق والمعنى الثاني اوسع. السؤال الاتي بقى، يا ترى هو حقيقه في الازاله ام حقيقه في النقل، ام انه حقيقه في احدهما مجاز في الاخر، ام انه مشترك لفظي، ام انه مشترك معنوي؟ احتمالات. اما ان يكون حقيقه في كل منهما بمعنى انه موضوع لكل منهما بوضع مستقل، فموضوع بإزاء النقل بوضع مستقل وموضوع بإزاء الإزالة بوضع مستقل. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اشتراك لفظي. زي العين موضوعة بوضع مستقل للعين الباصرة، وموضوعة بوضع مستقل لعين الماء، وموضوع بوضع مستقل للجاسوس، وإلى آخره.
يبقى اسمه ايه؟ اسمه مشترك لفظي، او يكون حقيقة في الاول مجاز في الثاني، او حقيقة في الثاني مجاز في الاول، او مشترك معنوي، يعني ان لفظ نسخ موضوع للقدر المشترك الذي يجمع المعنيين. ايه المشترك ما بين النقل وما بين الازالة؟ سواء ما هيقول لك لسه هو هنا، هيقول لك الرفع، ان انا هنا رفعت وهنا رفعت، ده انا بس بحضر لك عشان اهيئك لما ستقرأ. طيب فهمنا كده، نقرأ بقى كلامه على هذا. قال: وما اقتضاه كلامه، اقتضاه يعني ما فهم من كلامه، أنه حقيقة في الأول. طب فين اقتضاه؟ فيه إيه اللي خلانا نفهم أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني؟ يلا بقى نشطوا معانا، مش هفضل أنا أقول كل حاجة. ها إيه اللي بيقول لك وما اقتضاه كلامه؟ اقتضاه يعني فهم من كلامه، فهم من كلامه أن الأول حقيقي والثاني مجازي. ايه اللي فهمنا الكلام دوت؟ لا انا فهمت منين من كلامه، هو بيقول اقتضى كلام الامام الجويني ان النسخ حقيقه في الازاله مجاز في النقل. بنقول هو في الاقتضاء ده من التقديم، ما هو لما قال النسخ يستعمل في كذا، تقديم للمعنى الاول دليل على انه هو الحقيقه، لان الحقيقه دائما مقدمه على المجاز لتقدمها في الوضع على وضع المجاز. ولذلك علماءنا لما كانوا بيفهموا كانوا بيفهموا على مستوى الفكر اللي وراء الوضع. هو قدم الإزالة ثم أخر النقل، يبقى قدم الإزالة لأنها الحقيقة وأخر النقل لأنه المجاز، يبقى اقتضى كلامه هذا. فهمنا؟ وما اقتضاه كلامه من ترجيح أنه حقيقة في الأول، اللي هو إيه الأول؟ الإزالة. مجاز في الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو النقل. ربنا ينقلنا من حال سيء الى حال حسن. قال: هو قول الاكثرين، قول الاكثرين من الاصوليين واهل العلم، كما قاله الصفي الهندي، وهو الراجح، ويعني وهو الراجح كذلك عند القوم لرجحان ادلته. قال: وقيل عكسه. لا، العكس هو الصحيح، دي كلها أقوال عقلية. يعني إيه؟ قال يعني أنه حقيقة في النقل مجاز فيه الإزالة. الله، إيه الجمال ده؟ دي كلها احتمالات عقلية قيل بها، وعلى كل واحد من هذه دليل يرجحه. طب يا مولانا، وقيل إنه مشترك بينهما، يعني أنه مشترك لفظي بينهما، يعني أنه موضوع بوضع مستقل للإزالة وموضوع بوضع مستقل للنقل. طيب فهمنا كده؟ فهمنا. وقيل هو موضوع للقدر المشترك الذي يشترك فيه كل من النقل ومن الإزالة، يعني موضوع للقدر الذي يشترك فيه كل من المعنيين، موضوع لمعنى كده هذا المعنى
يشترك فيه النقد ويشترك فيه الإزالة. يعني كأن القدر الذي المشترك الذي بين النقل والإزالة هو الذي وضع له لفظ نسخ. ما هو القدر المشترك بين النقل والإزالة؟ القدر المشترك بين النقل والإزالة الرفع. جميل. ما هي الإزالة؟ فيها رفع. مش احنا قلنا نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته؟ طب ده فيها رفع اهو، ده رفع ذات، يعني رفعت الذات، رفعت ذات الظل. طيب والتناسخ في الأرواح فيها رفع، لأن رفع الروح من هنا ووضعها هنا، والميراث رفعه من استحقاق شخص إلى استحقاق شخص آخر، ففيها رفعه. يبقى كلمة نسخ موضوع للرفع، والرفع يتحقق في الإزالة كما يتحقق في النقل. قال وقيل للقدر المشترك وهو الرفع فيكون متواطئا. عارفين يعني متواطئ؟ يعني متفق. يعني ايه؟ يعني هو موضوع لمعنى، هذا المعنى يتفق فيه هذا ويتفق فيه هذا، هو موضوع للرفع، والرفع يتفق فيه الإزالة مع النقل. يا سلام، الدرس النهاردة جميل. ولكن يعني كلمة فيها استدراك. استدراك يعني يا مشايخ الإسلام، يعني رفع ما يتوهم إثباته وإثبات ما يتوهم رفعه. ده بيسموه إيه؟ بيسموه استدراك. هو بيقول له ان نسخ موضوع للقدر المشترك بين كل من النقل والإزالة، والقدر المشترك هو الرفع، ولكن الرفع لا يوجد في كل المواطن. يعني لا يكون هناك الرفع موجود في كل الأحوال، لأن في حالة لا يكون هناك فيها رفع، لكن لا يتأتى ذلك في نسخ الكتاب. نسخ الكتاب ما فيهوش رفع. انت رفعت ايه؟ ده انت لما نسخت الكتاب اوجدت مثل الكتاب، ولكنك ما رفعت. اين الرفع في نسخ الكتاب؟ ما فيش. ده كلامه كده، بس انا كاتب تحرير انه فيه، جايب فايدة كده وقايل لا، قايل ان الكلام بتاعه ده ممكن ان احنا ندعي ان فيه رفع. يعني ايه بقى رفع؟ قال لك الرفع اللي في نسخ الكتاب معنى رفع الخصوصية. رفع ايه؟ خصوصية. يعني ايه رفع الخصوصية؟ واحدة واحدة عشان نفهم. الرفع الخصوصية معناه اني لما انا خدت وجعلت هناك نسخة مطابقة لهذه النسخة، يبقى ما عنديش ملف واحد، ده انا اصبح عندي ملفين، صح؟ يبقى رفعت الاختصاص. قبل ان اصنع كوبي بيست ما كانش عندي الا ملف واحد، لما جعلت هناك كوبي بيست صار عندي ملفان، ولما صار عندي ملفان يبقى رفعت الاختصاص، صح كده؟ يعني رفعت الاختصاص، يعني قبل ذلك كان عندي ملف واحد، لما عملت كوبي بيست بقى عندي ملفين. ويعني عندي ملفين، يعني رفعت اختصاص الملف الاول بالانفراد، لم يكن منفردا حينئذ، رفعت انفراده. هذا كلام جميل. طيب هنا بقى السؤال، انتوا فاهمين الكلام الهلو ده؟ طيب النهاردة عشان كلها على الكمبيوتر، انتوا بسم الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك اختلف العلماء، هل يا ترى هذا الخلاف لفظي؟ يعني ايه خلاف لفظي؟
يعني لا يترتب عليه أي فائدة خاصة بهذا الباب، مش أي فائدة مطلقة، لأنه أي فائدة مطلقة أنها ترتب الخلاف. لو واحد قال لمراته لو كان النسخ هو يعني حقيقة في الأول مجاز في الثاني فأنت طالق، هترتب خلاف. ليه؟ لأن من قال بأنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني هتطلق عنده، ومن قال بالعكس لا تطلق عنده. لكن احنا بنتكلم على فائدة خاصة بالباب الذي حصل فيه الخلاف، يعني فائدة خاصة بالنسخ. فهل يا ترى خلاف لفظي يعني لا فائدة هناك من هذا الشجار العلمي بين كون النسخ موضوع للإزالة أو موضوع للنقل أو أنه حقيقة فيهما أو أنه للقدر المشترك أو إلى آخره؟ بعض العلماء قال الخلاف لفظي. يعني إيه لفظي؟ لفظي يعني لا فائدة فيه، لا ترتب على هذا أي فائدة. وبعضهم قال لا، الخلاف معنوي يترتب عليه بعض الفوائد المتعلقة بباب النسخ. خلي بالك من الكلام اللي بقوله ده، كلام مهم. طيب الذي قال بالخلاف اللفظ قال له وأين فائدة الخلاف حينئذ؟ أين فائدة الخلاف؟ قال له تظهر في النسخ بلا بدل. من قال هو الإزالة بمعنى الرفع والإعدام، قال له خلاص يبقى هو إيه؟ أعدم هذا الحكم. فإحنا في عندنا نسخ اسمه النسخ بلا إيه؟ بلا بدل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع الحكم بدون أن يجعل مكانه حكما آخر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على من ناجى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوجب عليه أن يتصدق. هذا كان في بداية الأمر. ثم بعد ذلك قال فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتصدقوا ولم تخرجوا شيئا وتاب الله عليكم فكذا وكذا إلى آخر. ثم بعد ذلك نسخ وجوب إخراج الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يجعل مكانها حكما آخر. يبقى ده اسمه نسخ للإيه؟ نسخ بلا بدل. من قال هو بمعنى الإزالة، ما أنا بزيله من مكان وأجعله في مكان آخر، يعني ما بجعلوش بدل. نسقت الشمس الظل، يعني رفعته ولم تجعل هناك شيء مكان. يبقى ده عند من قال النسخ بلا بدل يسميه ده. طب عند من قال بأنه النقل، والنقل مع وجود الأول، هيقول لا. ولذلك قال تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل. فمن قال حقيقته في الإزالة مجاز في النسخ جوز، يعني من قال بالأول اللي هو بأن النسخ بمعنى الإزالة جوز النسخ بلا بدل، ومن قال إنه حقيقة فيهما لم يجوزه. ليه؟ لأنه مفيش إزالة، ده في شيء وجعلنا هناك شيء آخر معاه، يبقى ده مش هيجي إلا في النسخ ببدل. قال فمن قال، قال بعضهم وفيه نظر، قال لا الكلام ده يعني ينظر فيه في بحث في تأمل. ايه هو التأمل؟ هل هو المعنى ده، هو المعنى ده الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي؟ قال ده المعنى اللغوي. قال ده وانا مالي انا بالمعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي ده خلاص انتقلنا منه الى المعنى الاصطلاحي، والأحكام إنما تدور على المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي ده هو الذي تستفاد منه الأحكام، ما هو التعريف أحكام شرعية.
قال أنا لا علاقة لي بالمعنى اللغوي، العلاقة لي بالمعنى الاصطلاحي. انظر بقى، قال لأن المدارة، مدارة يدور، يعني الشيء الذي، المدار ده اسم مفعول، مدار الأشياء، لأن المدار على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللغوية. حقيقة العرفية اللي هو الاصطلاح، اللي هو التعريف الشرعي أو التعريف الاصطلاحي، هو الذي يدور حوله الأحكام، يعني مدار الأحكام على الحقائق. تقول كده مدار الأحكام على الحقائق الشرعية أو العرفية، يعني الأحكام إنما تدور على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللغوية. لماذا؟ لأن الحقيقة اللغوية منقول منها، خلاص ده مصروف عنها ولا علاقة لنا به، ولكن الحقيقة الاصطلاحية التي يقولون عنها بأنها العرفية هي التي المدار عليها الأحكام تدور حولها. قال لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية. وأيضا، أيضا يعني مصدر من آضى يئيض، يعني أضف إلى هذا، كأنه بيقول له يا مشايخ أضف إلى هذا علاوة على، يضم هذه الفائدة لتلك الفائدة. قال لأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية. وأيضا، أيضا يعني يا مشايخ يعني نضيف لما سبق، نضع فائدة لما مضى. وأيضا فهو مبني على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة إلى الشرعية. والكلام اللي بيقوله ده الفائدة اللي هو قال عليها دي، وتضار فائدته في جواز النسخ بلا بدل، ده مبني على أن الاصطلاحي منقول من اللغوي. يعني إيه الكلام ده؟ فاهمينه؟ وأيضا، أيضا معناها يا مشايخ بالإضافة إلى أو علاوة على، يعني نضم هذه الفائدة لهذه الفائدة. وأيضا فهو مبني، إيه بقى هو اللي مبني؟ اللي هو هذه الفائدة. فهو يعني هذا الكلام الذي ذكرتموه من أن الخلاف خلاف معنوي، يبقى فهو اللي هو يا مشايخ اللي هو الكلام. مبني يعني مترتب على، البناء بمعنى ايه؟ بمعنى الترتب. أن الاصطلاحي يعني أن المعنى الاصطلاحي نقل من اللغوية إلى الشرعية، وأصبحت كلمة كما نقلت الصلاة عبارة عن إيه مشايخ؟ جملة اعتراضية، يعني بعد اللغوية ضع شرطة، وقبل إلى ضع شرطة، لأن من اللغوية إلى الشرعية يعني إيه؟ يعني عندنا الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل الدعاء بخير، الشرع نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يبقى نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما ذكر.
يبقى نقل. نقل يعني ايه؟ يعني اخذ اللفظ، اخذ اللفظ ومن معنى الدعاء وجعله بإزاء معنى الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية. بعضهم بيقول بنية. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل انه اخذه من هنا ووضعه هنا، لا علاقة له بقى بالمعنى اللغوي. وجدت فيه المناسبة او لم توجد فيه المناسبة لا بأس. يعني كانت هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فلا بأس، لم توجد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ايضا لا بأس، ما في اشكال. ولذلك مع النقل مش لابد عند بعضهم ان يوجد او ان توجد المناسبة في المعنى الشرعي. ممكن ما يبقاش فيه وجود مناسبة ما بين المعنى الشرعي واللغوي. جميل. طيب، فلو قلنا ان ما فيش مناسبة ما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، خلاص طب ولو طيب يبقى هو قال فهو ايضا مبني على ان الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت الصلاة إلى الشرعية. طيب، وإليه ذهب بعض المتكلمين. لا، ما هو بعض العلماء أصل هي في مسألة وجود المناسبة كما هو موجود في حشية الشرواني على التحفة، لما عرفوا كتاب الحج كده تكلم هو في أنه هل يشترط في نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي من وجود مناسبة أو لا. فبعضهم ذهب إلى أنه لا تشترط المناسبة، والأصح أنه تشترط المناسبة. يعني مناسبة يعني لابد يكون المعنى اللغوي، ها لما نقلنا المعنى الشرعي يعني يبقى في علاقة ما بين الاثنين. فمثلا العلاقة ما بين الدعاء وبين الصلاة أن الصلاة اشتملت على الدعاء. العلاقة ما بين الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب مطلق الإمساك، يبقى لابد من وجود القصد في الحج. الحج لغة هو القصد، يبقى المعنى الشرعي لابد أن يشتمل على القصد اللغوي، القصد إلى بيت الله. فبيقول كده لازم أن تكون هناك مناسبة. فلو قلنا إن في مناسبة، إن المعنى اللغوي ومع المعنى الشرعي وجدت المناسبة، يبقى هنقول حينئذ بأن في مناسبة ما بين المعنى الاصطلاحي في النسخ مع المعنى اللغوي. لأن المعنى الاصطلاحي معناه إيه؟ معناه رفع الخطاب. طب ما في رفعه ولا إزالة الخطاب. طيب، هو المعنى الاصطلاحي اشتمل على معنى أو اشتمل على مناسبة من المعنى اللغوي. هذه المناسبة ينبني عليها إن النسخ بلا بدل لا يجوز. ما هو بيقول لك أهو، وقيل معنوي تظهر في فائدة جواز النسخ بلا بدل، فمن قال بأنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوزه. حقيقة في الإزالة، خلاص هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. ومن قال إنه حقيقة فيهما لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت صفة أخرى، فإذا مطلق العدم أعم من عدم يحصل عقيبه شيء. يبقى الفائدة دي بيقول لك قال بعضهم في نظر لأن المضار، وأيضا فهو مبني، يعني هذه الفائدة مترتبة على إن المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي بينهما مناسبة. مناسبة اللي هي إيه؟ المناسبة اللي هو أن يشتمل المعنى الاصطلاحي على
قضية النقل أو قضية الإزالة. فمن قال اشتمل على الإزالة يبقى ما لا يجوز عنده النسخ بلا يجوز عنده النسخ بلا بدل، ومن قال النقل يبقى يجوز عنده ايه نقل مع بقائه يبقى يجوز عنده النقل ببدل. هل المعنى الشرعي اشتمل او المعنى الاصطلاحي اشتمل على هذا ام لا؟ قال عند من قال بانه المعنى نقل من اللغوية الى الشرعية او نقل من الاصطلاحي نقل من اللغوية، قال هذا. قال لا، المعنى الاصطلاحي نقل من اللغوية، واللغوية كانت ايه؟ كانت بمعنى النقل او بمعنى الازالة، ثم بعد ذلك استعملت في رفع الخطاب. يبقى من قال بانه منقول من الازالة يقول ان النسخ بلا بدل غير جائز. يقول بأن النسخ بلا بدل لا جائز، لأنه بيقول لك إزالة. ومن قال بأنه منقول من النقل مع البقاء يبقى لا يجوز، لأن الإزالة معناها إيه؟ معناها أنه أتى بشيء ولم يخلفه شيء، يعني رفع شيئا ولم يأتي بغيره، يبقى ده موافق للإزالة. طب من قال بالنقل مع وجود مثل له؟ قال لا، ما ينفعش، لابد من وجود بديل له. وإليه ذهب بعض المتكلمين، إلى هذا المعنى ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه نقل من الأعم إلى الأخص. لا، ده المعنى الاصطلاحي منقول من الدائرة الأوسع إلى الدائرة الأضيق. ولذلك المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. ناء غالبا بتقول إيه؟ تقول غالبا، لأنه هو هناك بعض الأبواب المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، لكن الأصل أن المعنى الشرعي يكون أضيق من المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي يكون أضيق من المعنى المعنى الاصطلاحي بيكون أضيق من المعنى اللغوي. خلاص؟ طيب، لكن الأظهر أنه نقل من الأعم يعني الأوسع إلى الأخص، يبقى مش بالضرورة بقى، مش بالضرورة أن يكون المعنى الاصطلاحي مشتمل على المعنى اللغوي، قد يشتمل على بعض أفراد المعنى اللغوي، قد يشتمل على بعض أفراد الإيه؟ المعنى اللغوي. قال لكن الأظهر أنه نقل من الاستعمال الأعم إلى الاستعمال الأخص، كنقل الدابة، والدليل على ذلك لفظ دابة. فهو في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، يعني أنت دابة حتى وإن كنت قدمين، وزوات الأربع دابة، السيارة دابة، كل ما يدب، كل أحد يسمع لسيره دبيب يبقى بيسمى دابة. ثم جاء لفظ ثم جاء العرف خصص الدابة بذوات الأربع، يبقى العرف نقل الدابة من الاستعمال الأوسع إلى الاستعمال الأضيق، من الاستعمال الأعم إلى الاستعمال الأخص. فالمعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي فيه هذا الفكر، في هذه الفكرة أنه كان قبل اللغة كان قبل الاصطلاح أوسع، ثم جاء الاصطلاح وضيق منافذه بوضع القيود. إمساك، يظهر معك هذا في الصيام، الصيام لغة مطلق الإمساك، سواء كان إمساك امرأة حائض، امرأة نفساء،
امساك طفل مميز غير مميز اوسع، دائرة الامساك اوسع، وسواء كان امساك عن الطعام، امساك عن الشراب فقط، وهكذا. ثم جاء الشرع وضيق في افراد الامساك. الامساك مسلم، ادي واحد اهو بالغ، اثنين عاقل، شوف كل ده بيضيق، كل ده في ايه؟ في تضييق، في نقلة من الأعم إلى الأخاص. فلا، ده مش كل أفراد المعنى اللغوي يشتمل عليها أفراد المعنى الاصطلاح. معايا؟ ولكن قال له لو قلنا بالأزهر، بالأزهر ده مش بالضرورة انه يبقى يكون منقول عن هذا المعنى، انه يكون ممكن يكون احتمال خرج المعاني الاخرى، لكن الاظهر انه نقل من الاعم الى الاخص كنقل الدابة. فهو مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم، ده هو مخصوص في الشرع مش برفع الحكم، برفع مثل الحكم، وإن كان الرفع عاما، وإن كان عند النسخ معناه إيه؟ معناه الرفع، معناه الإزالة، إزالة أي حاجة. جه الشرع وقال لا، إزالة الحكم. طيب مثل الدابة كانت لكل ما يدب على الأرض، ثم جاء بعد ذلك وخصصها بذوات الأربع. قال وحده، الحد هو التعريف، يعني تعريفه، الضمير يعود إلى النسخ بمعنى الناسخ، لأن ما ذكره هنا هو حد وتعريف للناسخ لا للنسخ، لأنه قال الخطاب الدال على رفع، لأن النسخ ليس هو الخطاب وإنما هو رفع الخطاب، وأما الناسخ فهو الخطاب الرافع، وأما المنسوخ فهو الخطاب المرفوع. فالنسخ يتكون من ثلاثة أركان، النسخ والناسخ والمنسوخ. وما ذكره هنا هو حد للناسخ، لكنه أرجع الضمير على النسخ باعتبار الناسخ، وهذا يسمى عندهم استخدام، يعني أن يستعمل الكلمة بمعنى ثم يعيد الضمير عليها بمعنى آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالاستخدام. وضربوا لذلك مثلا من أبيات أشعار العرب، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، نزل السماء يعني القطر المطر، والسماء يستعمل أيضا بمعنى القطر وبمعنى الزرع. رعيناه، رجع لإيه؟ مش رجع للقطر، مش رجع للمطر، رجع يعني للنبات. يبقى استعمل السماء بمعنى القط وأعاد عليها الضمير بمعنى الزرع، وده بيتسمى ايه؟ هذا يسمى استخدام. هنا أيضا استعمل الاستخدام لأنه استعمل النسخ ثم بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قال وحده، أي تعريفه شرعا، يعني تعريف الناسخ شرعا. وأما تعريف الناسخ لغة فعلم من تعريف الناسخ النسخ لغة، لأنه إما الإزالة يبقى هو المزيل اسم فاعل، أو النقل يبقى هو الناقل. الخطاب، خطاب يعني إيه؟ يعني كل ما يدل على الحكم.
سواء كان نصا، سواء كان لفظا، سواء كان مفهوما، أي دليل من الأدلة، سواء كان فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا ناسخ. الخطاب يعني كل ما دل على النسخ، الدال على رفع الحكم، يبقى لابد أولا أن يكون خطابا، فلا نسخ إلا بدليل. رقم اثنين، أن يكون ذلك الخطاب دال على رفع الحكم، أي حكم، يعني الحكم الذي ثبت قبل ذلك وجوده، على رفع الحكم، حكم اللي هو الحكم الشرعي، اللي هو الإيجاب، الوجوب، الكراهة، الندب، الإباحة. الثابت يعني هذا الحكم المرفوع ثابت بخطاب، ولا بد أن يكون الحكم المتقدم ثابتا بخطاب. أخرج من الأحكام ما لم يثبت بخطاب، كالبراءة الأصلية لأنها مثبتة بخطاب خاص. المتقدم شرط أن يكون متقدما، يعني متقدم في النزول وفي الورود على الناسخ، على وجه أي على صفة وحالة وهيئة، لولاه يعني لولا وجود الخطاب الناقل والناسخ لكان، يبقى لولاه يعني لولا وجود الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا. فخلي بالك إن الهاء هنا ضمير في محل رفع، هي ضمير مجرور ولكنه في محل رفع، قائل مقام الخبر المبتدأ، وبعد لولا حذف الخبر وجوبا، لولا وجود الخطاب الثاني لكان الأول باقيا ومستمرا، لكان ثابتا يعني لكان باقيا دالا على مقتضاه مع تراخيه. تراخيه يعني ايه؟ يعني انه ليس موصولا معه، مثل الاستثناء قاب القوم الا زيدا، ده مش متراخي، والصفة مع الموصوف ليست متراخية، والغاية مع المغاية ليس متراخيا مثلا يعني، والبادل وهكذا. وسيأتي يعني شرح كل هذه القيود، معانا مش معايا؟ قال وهذا حد، بص شوف انظر تأمل، وهذا حد الناسخ مش حد النسخ، لأن النسخ هو رفع الحكم مش الخطاب الرافع، فهمنا مشايخ؟ قال وهذا حد الناسخ، ويؤخذ منه، انتبه، يعلمك كيفية الاستنباط. إذا علمت حد الناسخ استطعت أن تستخرج منه حد النسخ. قال ويؤخذ منه حد النسخ بأنه، الباء هنا للتصوير، تصوير ذلك الحد، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترقيعا، ولذلك قال رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، يعني إلى آخر ما هو مذكور في حد النسخ. وإنما هذا شروع في ذكر المحترزات، واحدة واحدة كده، أصل كلامهم جميل، هذا علم. وإنما قال، كأن سائلا سأله وقال لما عبرتم بالخطاب ولم تعبروا بالنص، تقول هو النص الدال على رفع الحكم الثابت بالنص المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، لما لم تقولوا هذا؟ قال لم نقل هذا، لأننا لو قلنا النص
يقول لك اهو، ولم يقل النص حتى يشمل الخطاب كل ما يستفاد منه الحكم، يشمل الخطاب اللفظ الصريح وغير الصريح، وكذلك الخطاب يشمل المفهوم، لأن المفهوم ينسخ المنطوق، لأن المفهوم ناسخ، وسيأتي الكلام على المفهوم والنسخ بالمفهوم والكلام فيه وصورته إلى آخره. وكل دليل، وكذلك كل دليل يصح لي أن يكون ناسخا، ومنه نسخ الوضوء مما مسته النار، كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الوضوء مما مسته النار، أو ترك الوضوء، لا ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى ده استفدنا منه النسخ. مع ان الترك مش نص، ده الترك فعل، لان الترك معناه كف النفس عن الوضوء، ولذلك الكف نفسه ده يا مولانا، لا ده الكف ده فعل، الترك فعل لانه كف النفس عن الوضوء في هذه الحالة. فترك الوضوء وهو كف النفس عن الوضوء مما مسته النار نسخ وجوب الوضوء مما مسته النار. يعني لو أنا شربت كوباية شاي في أول الأمر كنت أتوضأ، أكلت بيضة مسلوقة أتوضأ، أكلت طبق كشري أتوضأ، أكلت رز أبيض. قال وكل دليل لجواز النسخ بالجميع، يعني جواز النسخ بجميع هذه الأدلة. وشمل قوله الحكم، وبيقول لك على رفع الحكم الأمر، لأن الأمر حكم، على رفع الحكم والنهي حكم، والخبر فيه حكم. طيب ونسخ الخبر ده بقى فيه تفصيل. أما إما أن ينسخ نفس الخبر أو مدلول الخبر أو ثمرة الخبر، بهذه الثلاثة أحوال التي يأتي فيها النسخ في الخبر. أولها يا مشايخ نفس الخبر، مدلول الخبر، ثمرة الخبر. فصورة نسخ الخبر نفسه، صورة بقى نفس نسخ نفس الخبر إيه هي؟ قالوا أن يكلف بالإخبار بشيء ثم يكلف بترك الإخبار بذلك الشيء قبل أن يفعله. يعني قال له إذا، يعني أتى فلان الفلاني فأخبره بكذا وكذا وكذا، ثم قال له بعد ذلك وقبل أن يأتي ذلك الشخص إذا جاء فلان الفلاني فلا تخبره بشيء. يبقى نسخ نفس الإخبار، يبقى هو نفس الخبر يعني الإخبار، الخبر هنا المراد به الإخبار. قال أن يكلف بالإخبار به ثم يكلف بالإخبار بغيره، أو قل له قل له كذا وكذا وكذا، ثم قبل أن يأتي أقول له إذا جاء قل له شيء آخر غير اللي أنا قلته له أولا، أو يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه نسخ نفس الخبر. وأما مدلول الخبر يبقى في نسخ لمدلول الخبر، مدلول الخبر وفائدته. فإن كان يبقى مدلول الخبر اهو، عندي مدلول الخبر ننظر في هذا المدلول، إن كان مما يمتنع تغييره يستحيل إن أنا انسخه. يعني الله قديم، إثبات القدم لله
ده خبر اهو. هل ينفع ان احنا، هل يصح ان ننسخ هذا ونقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى مش ما لن نستطيع ان نقولها؟ يبقى لا يمكن. لماذا؟ لان القدم واجب الثبوت لله سبحانه وتعالى، وما كان واجبا للثبوت لا يجوز عليه العدم، ولا يجوز عليه ما يضاد القدم وهو الحدوث، فلا يجوز. لماذا؟ لان مدلول هذا الخبر يستحيل ان ينسخ، يستحيل ان يتغير وان يتبدل، فلا نسخ فيه. ما قلوش كذا ثم بعد ذلك العالم قديم، العالم اقول له حادث ثم على ذلك لا العالم قديم. ايه ده يعني الحدوث القدم ينسخ الحدوث؟ لا، لان قدم العالم هذا، لان حدوث العالم لا يجوز ان يتغير، يمتنع تغيره، فلذلك لا ينسخ. او مما لا يمتنع تغييره، يعني ممكن ان هو يكون على حال ثم بعد ذلك يتغير الى حال اخرى، هذا مما نقول بانه لا يمتنع تغييره. انا دلوقتي قاعد، ممكن بعد فتره اجلس، ممكن بعد فتره انام، ممكن بعد فتره اتغير من هنا او هناك، هذا مما يعني يجوز ان يتغير. ممكن انا اخبر اليوم بانني جالس ثم بعد ذلك أخبر بعد ذلك بأنني غير جالس. لماذا؟ لأنه يجوز مما يجوز أن يتغير. والعلماء في نسخ الخبر لهم مذاهب أربعة، منهم من منع مطلقا، في هذه الحالة، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من فرق بين الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة. قال لا يمتنع في الأخبار الماضية، لأن الماضي اللي حصل يستحيل إن إحنا ننسخه وإن إحنا نرفعه، لأن الواقع لا يرتفع. وأما المستقبل يجوز أن يوجد على حالة ثم بعد ذلك ينتقل إلى حالة أخرى. والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعلق تنجيز. الأثر مش نفس الخطاب. ما بيقول لك الخطاب الدل على رفع الحكم، ايه هو بقى الحكم؟ قال له الأثر الثابت بالخطاب. الخطاب ده له دليل او له معنى، وهذا المعنى يتعلق بالمكلف. فالأثر المتعلق بالمكلف، يبقى المتعلق دي ايه؟ الاثر الثابت بالخطاب المتعلق، ولا المتعلق دي تبقى صفه للخطاب، ولا الاثر هو المتعلق بالمكلف؟ ما هو اثر الخطاب، او يقول الخطاب يا سيدي، خلينا مع الخطاب احسن. يبقى هذا الاثر الثابت بالخطاب المتعلق، يعني الخطاب يتعلق بالمكلف. النسخ فين بقى؟ النسخ بيبقى في أثر ذلك الخطاب. إيه هو أثر الخطاب؟ اللي هو الاستمرار. يبقى المراد بالحكم هنا اللي هو استمرار الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف. يبقى اللي بيحصل ان النسخ بيقطع استمرار الخطاب. قال والمراد هنا الاثر الثابت بالخطاب، ثابت بالخطاب يعني يثبت ذلك الاثر بالخطاب. اي خطاب؟ قال هذا الخطاب الذي تعلق بالمكلف، تعلق تنجيز يعني تعلق حدوث، أول ما وجد المكلف تعلق به الخطاب، فإنه ليس بقديم، لأن التعلق التنجيزي حادث، بمعنى أنه متى وجد المكلف صار مكلفا بذلك الخطاب،
فيجوز رفعه وتأخيره عن غيره، اللي هو ايه؟ اللي هو الأثر. يبقى ماذا يفعل النسخ؟ النسخ يرفع تعلق الخطاب، فالمرفوع في النسخ تعلق الخطاب في الزمن الثاني، يبقى استمرار الخطاب هو الذي يزال. الخطاب هو مستمر، أثره استمرار ذلك التعلق. يأتي النسخ يقطع ذلك الاستمرار. فالمرفوع في النسخ تعلق الخطاب في الزمن الثاني، بمعنى أن التعلق الذي كان يظن تحققه في الزمن الثاني لولا وجود الناسخ فقد علم تحققه، لولا وجود الناسخ لكان باقيا يعني، فقد علم تحققه بورود الناسخ، فلا يرد أن الحكم قديم فلا يرتفع، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. يبقى الخطاب قديم بس الخطاب هو ما ارتفعش، ده اللي ارتفع اللي هو التعلق. يعني خلينا كده نقول تعلق التكليف سيدي، او نقدر نقول تعلق اثر الخطاب اللي هو الاستمرار، استمرار التعلق هو ذلك الذي ارتفع، ارتفع الاستمرار. وخرج بقوله الثابت بالخطاب الثابت بالبراءة الأصلية، يعني بسبب البراءة الأصلية ثابت. ما هو لما نقول بالخطاب أخرج الثابت بالبراءة الأصلية، يبقى الحكم الثابت، الحكم الثابت بالخطاب، يبقى خرج الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي بسبب البراءة الأصلية، أي براءة الذمة من التعلق، فهي منسوبة إلى أصل عدم التعلق. يعني براءة أصلية معناها أنه لا يتعلق بذمتي شيء، أي عدم التكليف. يعني براءة أصلية يعني أنك لست مكلف، لا وجوب، لا ندب، لا إباحة، لا كراهة، لا تحريم. فإنه يعني فإن رفع هذا العدم، يعني صيرورتك من أنك لست مكلفا إلى كونك مكلفا، هذا حصل بخطاب، لكنه لا يسمى نسخ لما سبق، لأن ما سبق لم يثبت بخطاب، وإنما ثبت بأن الأصل عدم التكليف بقاعدة عامة. قال فإنه، أي فإن رفع العدم بالتكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأنه ليس ثابتا بخطاب، بل لأن الأصل عدم براءة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعلق، فإنه ليس بنسخ. قال وبقولنا بخطاب، وبقولنا لأنه المذكور بخطاب، يبقى انصرف إلى تعريف، ماشي زي ما قلنا، يبقى بخطاب هذا انصراف إلى تعريف النسخ، لأنه هو أزاد النسخ. قال وشرط بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب، فأراد أنه أيضا يتكلم على تعريف النسخ، ويقول وبقولنا في حد النسخ، يعني تكتب بعدها وبقولنا، تكتب بعد بقولنا، أي في حد، أي في حد النسخ بخطاب، بس كده. المأخوذ من كلامه بخطاب، المأخوذ من كلامه يعني في كلامه الرفع بالموت. ما هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب، دي خلصنا منها. قال والنسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب، يعني يعتبر في الحكم المرفوع أن يكون حاصلا بخطاب، أما إذا كان حاصلا بالموت
فلا يكون نسخ. قال وبقولنا المأخوذ من كلامه. المأخوذ دي صفة لقولنا، من كلامه أي من كلامه في تعريف يا مولانا، في تعريف الناسخ، لأنه هو عرف النسخ من خلال تعريف المصنف للناسخ. قال من كلامه الرفع بالموت، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت، يعني وخرج بقولنا في حد النسخ المأخوذ من كلامه الرفع بالموت، فالرفع بالموت ليس نسخا، لأن الرفع بالموت لم يكن ثابتا بخطاب خاص. والجنون وكذلك إذا جن المكلف فإنه ترتفع عنه التكاليف، ولكن لا يكون ارتفاع التكاليف عنه من باب النسخ. والغفلة، فهذه الثلاثة وهي الموت والجنون والغفلة رافعة للحكم الثابت بالخطاب، ولا يسمى رفع الحكم بالموت والجنون والغفلة نسخا، لأنه ليس هناك خطاب يرفع. فالعقل، فالفعل بأن شرط التكليف، لأنه ارتفع بسبب إيه؟ بسبب فوات الحكم لفوات الشرط، لأن شرط التكليف الفهم، والمجنون والميت والغفلان لا يفهمون التكليف، فزال التكليف لزوال شرطه. والعجز كسقوط غسل الرجلين بقطعهما، أيضا سقوط الغسل هنا لا يسمى نسخا، لأنه مش بخطاب، ده حاصل بفوات الحكم بسبب فوات المحل. والعقل، والنسخ به العقل كذلك، لأنه المأخوذ الرفع بالموت والرفع بالجنون والغفلة والعجز والعقل، أن يدل العقل على ارتفاع الحكم بسبب زوال شرطه وبسبب عدم وجود المحل، يبقى اسمه زوال الحكم لزوال الايه؟ لزوال المحل. والإجماع، نفس الإجماع ليس بناسخ، لأن الإجماع معناه اتفاق، وهذا الاتفاق لا يكون في حياة رسول الله وإنما يكون بعده، والنسخ إنما يكون في حياته، فالنسخ إنما يكون بخطاب، وأما الإجماع وهو الاتفاق فليس بناسخ، بل يكون الناسخ هو الدليل، فإنه ليس بنسخ، يعني كل ذلك لا يكون من باب النسخ. وبقوله على وجه، يعني حال من الفاعل، على وجه أي على صفة وحالة، ما لو كان الخطاب الأول بيقول على وجه لولاه لكان ثابتا، يبقى رفع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه، اللي هو بيكون على صفة وعلى حالة معينة، لولا وجود الثاني لكان الأول باقيا. يخرج معايا، يخرج معايا من هذا المغي بغاية، وجاء دليل يدل على أن الحكم عند انتهاء الغاية ينتهي، يعني حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع. طيب ما هو الليلة إن لم يقل حتى مطلع الفجر،
الليلة تنتهي بانتهاء يعني أو تكون بانتهاء مطلع الفجر. فإذا أتى مطلع الفجر هذا تأكيد لما علم مما سبق. لكن النسخ فيه إيه؟ النسخ يشترط فيه يا مشايخ أن يكون الأول مقدر الثبوت لولا وجود الثاني. طب الثاني لم يوجد، الأول مستمر. طب وجد الثاني، انقطع الأول بسبب وجود الثاني. طب المغيب غاية، ذهبت إلى المدرسة، يبقى عند المدرسة ينتهي الذهاب. جاء خطاب يدل على هذا، ما جاش، ما هي الغاية نفسها، لأن الحكم ينتهي بانتهاء غايته. الذهاب مربوط ومعلق إلى المدرسة، ذهبت إلى المدرسة ينتهي ذهابي عند المدرسة. فإذا قلت بعد ذلك عند المدرسة وقفت، طب ما هو وقوفك أو عند المدرسة انتهى الذهاب. لو لم يأتي عند المدرسة انتهى الذهاب، لانتهى الذهاب عند المدرسة، لا يتوقف على وجود الثاني، بل هو منتهي بالأول، يعني الأول دال على الانتهاء، فلا يحتاج الانتهاء إلى وجود ثان. قال على وجه لولاه لكان ثابتا ما لو كان الخطاب وبقوله، يعني وخرج بقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيى بغاية، يعني محدد بنهاية معينة. ذهبت إلى المدرسة، انتهاء الذهاب يكون عند يا مشايخ عند المدرسة. طيب ماشي. أو معللا بمعنى، لأنه ينتهي الحكم عند انتهاء المعنى، ولذلك قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني إيه؟ يعني إن الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتهت العلة انتهى الحكم. فالحكم ثبت بالدليل ثم انتهى بسبب انتهاء العلة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي دليل آخر ويقول بأن السكر إذا انتفى من المشروب فقد حل، لأن الحل متوقف على عدم السكر، فإذا انعدم السكر وجد الحل، وإذا وجد السكر انتفى الحل. يبقى ده اسمه ايه؟ معلل بمعنى. يعني بقول له ايه؟ الخمر حرام بسبب يا مشايخ بسبب انها مسكرة. طبعا عندي مشروب عنب اهو، وهذا المشروب العنب قد حصل انه يعني غلى. طب غلى يعني ايه؟ يعني اصبح بيقذف بالزبد، يعني اشتد، يعني أصبح مسكرا، يبقى حرام. فالحرمة أي حرمة شربه إنما كانت من أجل أنه مسكر. طيب فإذا زال هذا المعنى وهو الإسكار وتحولت وتخللت الخمر وأصبحت خلا، يبقى زال التحريم. طب تحولها إلى خمر يعتبر نسخ؟ تخلل الخمر يعتبر نسخ؟ لا، لأن ده مرتبط بأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجد في الخمر الإسكار حرم من أجل إسكاره، فإذا انتفى ذلك الإسكار وتحولت إلى خل فإنه حينئذ يزول الحكم. لكن ده مش نسخ، لأن ده زال لزوال المعنى ولا يحتاج إلى خطاب آخر يزيله. لكن نسخ معانا الأول مستمر وجاء الثاني قطعه، ولولا وجود الثاني لما انقطع ولم استمر. ولكن اللي احنا شايفينه إن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وأن الإسكار إذا وجد وجدت الحرمة، وإذا انتفى انتفى الحرمة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى دليل آخر يثبت أن الحرمة تنتهي عند انتهاء الإسكار. قال وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، يعني وجاء الخطاب الثاني وصرح لي
بأن الحكم ينتهي عند الغاية وبأن الحكم ينتهي عند انتهاء العلة، فإن ذلك الحكم الذي جاء مصرحا بانتفاء الحكم بنهاية الغاية وبانتهاء الحكم عند انتهاء العلة لا يكون ناسخا لذلك. لماذا؟ ليه ما يكونش ناسخ؟ ما يكونش ناسخ لأنه لو لم يوجد لانتهى الحكم. أمال إمتى يكون ناسخ؟ لا، يكون ناسخ بأنه لو لم يوجد الثاني لاستمر الأول. قال: فإنه لا يسمى نسخا، نعم، لانتفاء حقيقة النسخ فيه، إذ حقيقة النسخ الرفع. النسخ معناه رفع. ولكن يا مشايخ، هل يا ترى لما انتفى او انتهى الحكم بانتهاء الغاية ثم جاء الدليل الثاني مصرحا ب يعني ان الحكم ينتهي عند انتهاء الغاية، هل دوت يعتبر رفع؟ هل يعتبر الثاني رفع الاول؟ لا، ده الاول مرفوع في ذاته، والعلة اذا انتفت انتفى الحكم ده في ذات الاول لا في وجود الثاني. ولم يوجد هنا لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته، لأن الحكم الأول قد انتهى بسبب انتهاء غايته أو زوال معناه، أو لأن الحكم الأول قد زال بسبب أن المعنى قد زال، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مثاله، أي مثال الخطاب الأول المغيب بغاية، صرح الخطاب الثاني بنهاية الغاية، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من لبيان، يعني إيه لبيان الجنس، من يوم الجمعة، أو ممكن تبقى فيه نودي في يوم الجمعة بمعنى فيه، أي يعني إذا نودي أي أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. المراد بالسعي هنا الحضور، وليس المراد بها أن يجري الإنسان، لأن الجري ده مكروه. إذا نودي للصلاة أي أذن لها من يوم الجمعة فاسعوا، يعني احضروا، إلى ذكر الله وذروا البيع. فمين من الآية؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، قال إيه ده، احنا رحنا فيه؟ فتحريم البيع مغيب بانقضاء الجمعة، أو قال له إيه؟ قال له: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ذروا البيع فين؟ في وقت صلاة الجمعة. يبقى ترك البيع ده مغيب بانتهاء الجمعة، فإذا انتهت الجمعة ما الذي سيكون؟ انتهت حرمة البيع. جاء خطاب ثاني، لم يأتي خطاب ثاني، هذا هو المفهوم، أن حرمة البيع مرتبطة بانتهاء صلاة الجمعة، بمعنى أنه لو باع قبل أن تنتهي صلاة الجمعة فبيعه حرام. طب باع بعد صلاة الجمعة جائز، لأن الحكم إذا علق على غاية انتفى الحكم عند انتفائها من ذاته هكذا. لكن لما يأتي نص ويقول بعده: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ده بيقول ايه؟ فانتشروا وابتغوا، يبتغوا يعني بيع واشتري،
وابدأوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يبقى ده هذا ليس ناسخا للأول، لأن الأول قد انتهى من نفسه، ومن شرط النسخ أن يكون الأول ثابتا مستمرا لولا وجود الثاني. ولكن هذا الدليل وهو إذا نودي للصلاة هو منتهي في ذاته. قال: فإذا قضيت الصلاة، يعني أديت وفرض منها، فانتشروا في الأرض. انتشروا يعني إيه؟ يعني بيع واشتري. فانتشروا يعني أنت اذهب إلى هنا وأنت اذهب إلى هنا، جاي من الانتشار الاتساع في الأرض. وابتغوا من فضل الله، أي بالتجارة والكسب، ناسخ للأول، يعني لا يكون ذلك ناسخا للأول، بل مبين لغاية التحريم، بل هو موضح وكاشف ومفسر لنهاية التحريم الذي فهم من النص الأول. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الدليل هو ده التحريم، علته الإحرام. فإذا وجد الإحرام وجد تحريم الاصطياد، وإذا انتهى الإحرام انتهى تحريم الاصطياد. فالحكم في ذاته دال عليه الأول، إنه مرتبط بمعنى. المعنى هو إيه؟ الإحرام. وجد الإحرام وجد التحريم، انتفى الإحرام انتفى التحريم. فإن جاء بعد ذلك نص يبين ويوضح تلك الحقيقة لا يكون ناسخ، لأن الأول ليس مستمرا بل منتهي عند انتهاء العلة. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا يقال نسخه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللت يعني أحللت من إحرامك وخلعت ملابسك بانتهاء مناسكك فاصطاد. طب ما هو الاصطياد ده أنا فهمه من الآية الأولى اللي هي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني مدة دوام إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. فإذا انتفى الإحرام عاد الأمر إلى ما كان وجاز الصياد. فإذا جاء النص الثاني يوضح تلك الحقيقة لا يكون ناسخا، لأن الأول ليس مستمرا بل منتهي عند انتهاء المعنى. إذ التحريم للإحرام وقد زال الإحرام بالتحلل فيزول التحريم. وبقوله مع تراخيه، هذه نجعلها في درس آخر.